السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدكم بالصحة والعافية وأن ينعم علينا وعليكم بالخير والطمأنينة والراحة والسكينة والسلام. إن شاء الله المرة هذه غدو الحي كيف كان حين ربي، ان شاء الله باش ناخذكم في جوله في المحمديه اللي تولدت فيها، تربيت فيها، كبرت فيها، قريت فيها، تعلمت فيها، عرفت فيها برشا ناس. باش نعملو فيكم جوله، نعملو جوله بكم في المحمديه باش تعرفوا شكون المحمديه، وتاريخ المحمديه شويه، لان المحمديه كانت عاصمه تونس في عهد البيات، في عهد احمد بي، تبعد 14 كيلومتر فقط من تونس. نخليكم متشوقين للفيديو نتاع غدوة إن شاء الله، نعملوا جولة في الجزء الأول، لأنه محمدية كبيرة ياسر، ما نجمش نغطي لكم زيارة نتاع المحمدية في فيديو واحد، ولذلك نحاولوا باش نوروكم الجوانب نتاع المحمدية، البني، الطرقات نتاعها، العباد اللي موجودة. استدعينا المرة هذه صاحبنا صالح اللي هو دكتور دولة في الإلكترونيك وفي الذكاء الصناعي، وتو تشوفوه في الفيديو يتحدثكم على المحمدية. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو هذا، ما تنسوناش من ثامب أب سبسكرايب واللايك، هذوما ثلاثة تحبوهم برشا برشا، وتعرفوا اللي احنا نحبوكم ونحبوا منكم المساندة باللايك والسبسكرايب والثامب اب، باش ان شاء الله ان شاء الله ديما نجو معاكم ونتواصلوا معاكم. والقناة هذه هي قناة نتاع الناس الكل، قناة نتاعكم، ونحاولوا انه نطلعوا في الرقم المشاهدات نتاعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ان شاء الله نبدو معاكم سلسلة في التعريف بمنطقة المحمدية. منطقة المحمدية مدينة سي صالح، جامع عمر، هذا جامع عمر، جامع الكبير، هذا صاحبي الدكتور صالح، عطاونا نتكلموا معاه شوية باش نعطيكم نظرة على معلومة على المحمدية. هذه المدخل نتاعها اللي يهز الزغوان، وعندنا المنطقة هذه اللي هبط لتونس. المحمدية تبعد 14 كيلومتر على 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 تونس، على على طريق زغوان. وهذه الحركيه في المحمديه، تعرفوا اللي قبل 20 سنه ما كانش المحمديه بالطريقه هذه، ولكن المحمديه كبرت برشا برشا، والحوانت والدنيا كل، والجري والليت والترافيك والدنيا كل، فهمت، والجوامع والجوامع وصاحبي صالح. بس نحبوا نرجع شويه عم صالح لهنا. سلام عمي الراجل، كيف حالك؟ سلام، صور يصور سيدي، صور المحمدية. التاريخ نتاعها سي صالح، تعرفش التاريخ نتاع المحمدية كيفاش، علاش شكون بناها وعلاش تبنات؟ والله المحمدية لحد عندي بناوها البيات. وعلاش بناها البيات؟ بداوا البيات كانوا وطلوا فيها بعد الخدامة تاعهم والخبرسة، واحد باش يخبر أراضي. لا ثم بعد قالوا هو هباهي كانوا علاش الهواء بتاع، خاطر هما جاوا عم قالوا خلينا نعملوا اللحم في كل بقعة. بس اللحم في كل بقعة كان اللحم اللي تقريبا حافظ على اي أطول واحد، أطول هذه المحمدية، فهمتني؟ فنحن توا باش نمشوا لهنا، تربينا في الجامعة هذايا، جمع عمر بناه واحد رحمة الله عليه مصطفى العمري، والمحمدية ايوا، واحنا لا جمع هو بيت الله، بيت الله. ونحن توا باش نمشي للجردة اللي نقعدوا فيها، نقص ابراهيم، نقص ابراهيم والدكتور الهادي والجماعه، فهمتني؟ الهادي فيترينير، معناها فيترينير. فنحن توا باش نمشيو نشوفوا هذه، صرفوا عليها برشا فلوس الوحده هذه، ولكن بنقات هكاك
يعني زاد شاحت وخربت والله يعني مصيبه زرقاء. فهذه الجرده، الجرده بتاع المحمديه، عندك الجرده لهنا فهمتني. السلام ورحمة الله. الجردة هذه راك تشوف فيها كلهم، يعني هذا الباب نتاع الجامعة نخرجوا منه، وهذه عمك صالح العمارات اللي موجودة. يعني مدينة تحركت برشا 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 على اللي كانت فيها. هذه القهاوي نتاعنا، القهاوي نتاعنا لهنا، الجردة، الحي كامل هنا، هذا وين تربينا، هذا كبرنا، هذا وين قرينا، ونعرفوا الناس فهمتني. كل هذه هي الطريق العام. المره الجايه ان شاء الله نتو نصور لكم ان شاء الله المنطقه والحومه اللي انا نسكن فيها. نرجع لكم مره اخرى مع اليوم الضيف نتاعي صالح، عم صالح سموه عم صالح، الدكتور صالح، الاستاذ صالح، ربي يبارك فيك. هو تو باش يعطيكم نبذه على التعليم نتاعو، على القرايه نتاعو، ايش قاعد يعمل في الحياه فهمتني. نحن نقعدوا مع الناس هذوما فهمتني. سي صالح تنجم الحق تسلي الشرف باش نعرفك، وعرفتك في بيت ربي الحمد لله، دار فضل ونعم عند ربي الحمد لله، في مركز البحوث والتكنولوجيا من بورصة درية حاليا. كنت في قفصة، كنت في مدرسة وطنية مهندسين كلية العلوم تونس، حاليا كمل درس في بقية مشوار مش بعيد برشا على الروتريت، يمكن 3 سنين اخرين ان شاء الله، وارمام 4 سنين ونكملوا ان شاء الله المشوار. معرفتي بخويا نور الدين لانه تعرفنا بالجامعة، لوجه الله ولذاته العلية الحق حصل لي شرف، راجع على خير كثير وعنده مستوى عالي جدا بصراحه، من ناحيه كوميونيكاسيون، من ناحيه معلومات، راجل متكون، راجل شبه عصامي، يعني انسان تخرج من تونس ما عندوش تكوين كبير، ولكن كون روحه وصار على الدرب الصحيح وكون اسره في كندا، وانا الحق معجب به وفخور به ونعتبره مثال يحتذى بالنسبه للمحمديه خاصه. ولقيت فيه الحق الرجل الطيب والمثقف القريب للناس، حتى علاقاته طيبه في المحمديه على الاخر فهمتني لله، وعلاقتنا مبنيه لوجه الله لا غير فهمتني لله، صحبتنا هي لوجه الله لا غير فهمتني، والحمد لله الحمد لله. ان شاء الله تتكمل هكا، وان شاء الله هو يكون في احسن حال، وان شاء الله نشوفوا بعضنا، وان شاء الله نكونوا من اهل الجنه في الاخر. هذيك ايش حاجتنا، يعطيكم الصحه. بارك الله فيك سي صالح. كما كنتوا تسمعوا أستاذ صالح هو أستاذ في التعليم العالي في الجامعة التونسية، ويخدم في البحوث، أكثر شيء في البحوث في الإلكترونيك معالجة الصورة والإشارة والسيستمات والكوموندابيليتي والأوبسيرفابيليتي التكنولوجيا الحديثة الذكاء الصناعي، كل ما سيستم الدنيا بكلها سيستم والانبوت ما عند ربي، ولا بوت ما عند ربي، ولا سيرفيس موم ريغلا ما عند ربي، كله ما عند ربي الحمد لله. فنحن نجول هنا نقعدوا في القهوة، هذه هي جردة فيها قهوة وفيها واحدة قهوة أكثر من قهوة، نقعدوا لهنا نتحطوا شوية. الطريق العام هذا تونس زغوان بالضبط، وتوا نوريكم الطريق العام، النقل من العباد يمشوا يجوا، قبلتنا عزيزة على كل عزيزة ما شاء الله، اسباس كوميرسيال توا معناتها منتشر في كامل تراب الجمهورية كلهم عزيزة. حمزية عندنا 3 ولا 4 محمدية عزيزة الحمد لله، وعزيزة مثلا توفر فيها كل شيء، كيما الام جي، كيما المونوبري، تطورت تونس برشا، حمدية حتى بالذات حمدية. انا حمدية 83 من سبتمبر 83 حمدية سنة الدين، ما كانش فما تروتوار اصلا، انت ولد محمدية اصلا. انا بالصمة جيت عام 83 عندي 40 سنة، 40 سنة ما كانش فما اصلا. هذه دار الخوالدية اللي فيها عزيزة توا في الدنيا، دار بن خالد في الدنيا خرجوا منها صلى على كل فهمتني. الحمدية تطورت برشا برشا الحق، وولت كوميونيكونت مع قريبة لتونس زادة، وقريبة لتونس برشا الحمدية، تعتبر معناتها
واحدة هي بوليو بتاع تونس. وعدد السكان نتاعها كبر برشا. 120,000 سكن. 120 كما قال 120,000 سكن. انا خاطر ترشحت على دار انتخابات البلديه سابقا الحمد لله، وكانت اعداد المحمديه في حدود 120,000 سكن الحمد لله، ومازال تزيد. عندنا مشاريع بناء هكا في ميلا على طريق زغوان، مشاريع رهيبه، وحي الطياري وحي الطياري. مرحبا بكم في المحمديه. المحمديه معناتها بالحق بالحق تطورت برشا. مرحبا بكم. مرحبا بكم. الحمدية توا بصراحة تعتبر من أحسن المناطق في السكن، هواها باهي نظيفة، بعيد على المشوشة، ما فيهاش برشا وشوشة، ما فيهاش برشا ضجيج، حتى الجريمة ما فيهاش جريمة الحق. الحمدية تعتبر في الحمد لله معناتها منطقة معناتها استطاف فيها العيش، استطاف فيها العيش. الباهي الحمدية هنا راهو صحيح العباد ثم العباد تشرب بارتو بارتو، مي الحمدية ما عندناش شكون يبيع الشراب معناتها رسميا هكا نقولوا احنا. حتى دبو ما عندوش دبو، ما عندناش دبو، ما عندناش شكون يبيع الشراب، وهذا بفضل ما عند ربي شرط توصل هكا ان شاء الله. الحمدية عندها الحمد لله ملعب نتاع كرة قدم جديد في حي العياري، ممتاز جدا الملعب. الحمدية عندها جديد على ملعب جديد. فريق باهي زاد. ثم توا الحمدية حلت الكنام وحالة ستيب وحالة بيانتو سونيت، وعندنا بوستة جديدة بار دو زوز بوستات قبلوا ثلاثة، ثم مشروع جديد، ثم بنوك ثم بنوك برشا، ثم كلية آداب ولغة في الدنيا في سي بوربيع مش تفتح قريبا، ثم برشا مشاريع كبيرة في الحمدية. لولا هو جات شوية تعثرات اللي صارت في المسار هذا، ولا لو كنا في الحمد لله معناتها على مشارف تكون مدينة تعليمية معناتها جامعية بامتياز. الحمد لله قربها من العاصمة، قربها من زغوان، قربها معناتها تعتبر سونتر الحمدية على على زغوان، على العاصمة، على بيجي، كل معناتها سيتان بالحق جاي في السونتر تقريبا، وقربها من العاصمة أكثر من بقعة، فهمتني، يخليها ويأهلها أنها تكون مدينة عبور بامتياز، ومدينة زاد استقرار في استقرار فيها العايش، ومازال تكبر برشا الحمدية. طبعا نتظر في الحمدية باش يكونوا زوز ملايين هنا في الحمدية دي سي 10 15 سنة قدام. سلام محمد شحوي، سلام عليكم عمر. سلام عليكم. وينك يا محمد؟ عاش خويا، عاش عاش. تظهر في توصل زوز ملايين بسهولة تامة. مش توصل، مش توصل. يمكن يمكن تتربط هي بين فوشانة. العاصمة واحد. العاصمة وفوشانة. من هنا سهلة، أنت راك نص ساعة تكون في المرسى، نص ساعة تكون في حي الغزالة، نص ساعة معناتها قريبة تعتبر. أنا نتنقل ساعات بالتاكسي، أصلا بالتاكسي للحي الغزالة ولا المرسى وكل شيء. أنا عندي سيدي. ويمكن المحمدية زاد تتربط بجبل الوسط. إي مربوطة، لا مربوطة. مربوطة بجبل الوسط. بفوشانة بالمروج بتونس على سوسة، حمام سوسة خطوة في صبيس على الجبيان في الميلة رهيبة مش لعب، حركية قوية قوية برشا جاي في السنتر، جاي موقع استراتيجي كبير حقا. نقول لك أخلاق العباد هنا أخلاق مازالت لبس عليها، ما عندناش ما عندناش برشا عليها، وما عندناش برشا قرية، وما عندناش برشا مشاكل، وما عندناش محافظة أكثر من محافظة، مازالت تكتسي الصبغة الريفية في الأخلاق، نحكي في الأخلاق والتربية. حتى اللي جاو كي سو سون تانتيغري في المجتمع في الحمديه، حافظوا ما بيدهم ولاد رياف وحافظوا على الطبع نتاعهم، ولقاو هذا يستطيع فيها العيش خاطر قريبه لوصولهم، قريبه لك المناطق اللي جاوا منها، من مسحه نتاع ريف، ومن طيبه، ومن اخلاق باهيه، ومن اخلاق عاليه، ومن معناتها ناس محافظه، ناس محافظه مازال كمان من الاسره، والحمد لله الاسره التونسيه هذه الحاجه الباهيه، اسره باهيه، اسره مسلمه، البو يحكم والام، ومازالت الوالدين تشوف الناس تشيع في اولادها اللي باش يمشي تقرا، اللي باش يمشي تخدم ما ادري شو، والماشي في الكليه امها تشيعها وابوها يشيع، يعني صرفلات ويسرتان في البلاد معناتها نقول فيها معناتها محافظه في الاسره، مازالت الاسره تتحكم، ما عندناش اللي تهز روحها وتسكن برا وكل الريق هذاك، مازلنا مسلمين الحمد لله. لاباس الحمد لله. الحمد لله. توا نصور لكم وين نقعد مع اصحابي، ونتحدث مع اصحابي، ونتكلم مع اصحابي، نتحدث معاهم. هذا الجزء الاول ان شاء الله، توا نبعث لكم الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.